بالله امشي بسرعة. يلا لازم تساعدني، ما إلي حدا غيرك. يلا لا تروح على الدكتور لأنه جاي لعندك. تعال شوف، هاتي المفاتيح. شو عم تساوي؟ بعد عني مروان، اتركني. قلك اعطيني مفاتيح السيارة. مروان بعد عن المرأة، لا تتدخل انت. اتركني الله يخليك. وقف مشان الله. ولك شو انت جنيت؟ خذ يلا سوق. شو عم تساوي؟ فوت على السيارة. خلص ماشي، وقفوا اعطوني بنتي. طيب بنتي ضلت بالسيارة الله يخليك. يلا شغلها، رجعوني بنتي. بنتي ضلت بالسيارة، بنتي رجعوني اياها الله يخليكم. بنتي لا بنتي. خير شو صار؟ رجعوني بنتي بالسيارة، سرقوا سيارتي. خلص خلص نايمة فيها الله يخليك، ساعدني. تعاس استعجل، مو بإيدي. مالك شايف الطريق شو عجقة؟ منين طلعتي انتي؟ منيح، تأمين لهلنا. يلا أسرع. أبوج أبوج أبوج، عم مروان رح ياخدك برحلة. خير عمو يعقوب، مين أخذ يوسف؟ واحد اسمه مروان. صباح الخير. صارت عملية سرقة بمنطقة العمرانية، بناية ساري كوشب. شو رقم السيارة؟ A9549. A9549. كان اسم واحد منهم مروان. قال اسم واحد منهم مروان. بركي بتلاقون. في شغلة تانية سيدي، في طفلة بالسيارة وأمها كتير خايفة. بنتي. شكرا. بنتي يا رب. رح يلاقوها أختي، لا تقلقي. بنتي إن شاء الله ما يساووا لي شي. بس دوريات انتباه، إحسان بوزبيق الملقب مروان طلع قبل شوي من مزرعة أوميرلي. انتباه لكل الدوريات، سكروا كل الطرق يلي بالمنطقة. يا ترى وين راح؟ لك العم يعقوب معه ضغط، خاف يصير له شي. صحيح سيدي. مين هاد؟ يعني شفتك لهفت له لهيك سألت. قصة طويلة، بعدين. يلا يلا، بسكليت كانت سبتك. إذا أسرعنا بتنتبه الشرطة وبتلحقنا. بالله شو؟ يعني الشرطة ما بتعرف ويننا هلأ؟ تضرب أنت والشرطة. استعجل. هي سيارة بدنا اياها، تحولها بسرعة. السيارة مشبوهة رقمها A9549 بطريق هاتبوي، وفيها المشتبه مروان، عم نلاحقه. تمام سيدي، لقيناه. حول. قريبين منا، خلينا نلحقهم سيدي. لك وأنا من شان هيك أشخاص رهنت حياتي لهالمهنة. شو صار له؟
سيدي عم بعبي حالي ادرينالين، ادرينالين سيدي، والله مو بايدي. ليك سيدي لا بشرب ولا بلعب قمار، اذا بتذبحني ما فيني ادخن سيجاره واحده، بس انا بموت لما ما بيرتفع الادرينالين عندي وما فيني اتحمل. لما بتقول مجرم بجن بشوف الظلم ما فيني امسك حالي، شو بساوي؟ والله مو بايدي يا سيدي، مو بايدي. حاج تحكي بضبضب حالك، استغفر الله. اوعى تعمل شي غبي، ها عم تفهم؟ شفت لحقيننا الكلاب هدول سباع راس ولا هالسباع، اسرع. لك استعجل، لك شو عم تسوي يا مجنون؟ دوريات انتباه، المشتبه مسلح، المشتبه مسلح. اسرع يلا اسرع، لك اسرع راح يمسكونا ولا يلا. انتبه افتلي بسرعة. واقف عندك، سلم حالك مروان. انتبه لا تطوس، في طفلة بالسيارة. واقف واقف مروان. الحمد لله. كيفك؟ منيح. شو بدي اقول لك، خفت كتير. لا تخاف يا حبيبتي. العمى هلا وقتك. يلا استعجلوا شوي، لسه في عنا شغل كتير. يلا استعجلوا، خد هدول حطهم على جنب. يا الله همي أبتر يا شباب. يا الله عميد لوت، أبي هون ليكو هنيك وهاي كمان. تمام يلا بسم الله. بابا متين عندك، لا توقف. خير شو عم تساوي هون؟ بدي شوفك يا بابا. انت كبرت، مو معقول لساتك عم تشتغل هون. بحس حالي رح جن لما اشوفك هيك. ليش؟ الشغل عيب يعني؟ اذا ما اشتغلت مين بيجيب الدواء لامك؟ مين بيصرف عليك؟ بابا بدي اترك الجامعة وبلش شغل. لا اوعى تفكر، انت بدك تدرس ولا بدك تصير مثل اخوك؟ انا رح لاقي حل من شانك. تمام بس لسه ما دفعت القسط، إذا ما دفعت رح يفصلوني بابا. شو فيني ساوي؟
كان بطلب سلفة بس سحبت كل راتبي وما فيني أطلب دين من حدا. أوه متين، شو أخبارك؟ والله ماني منيح أخي. خير؟ ما دفعت للجامعة، رح أنفصل، لازم دبر مصاري. إيه وقديش القسط؟ 15,000 ليرة. شو؟ 15,000؟ والله أنا كنت بعطيك بس تعرف وضعي. يلا شوت شوت. شو أنت أعمى؟ مرر لهون بسرعة. حلو، برافو عليك. خلصنا، شو عم تساوي؟ أعطيني الطابة. أنا رح سجل الجول الثاني. يلا شوطه من عندك بقى. بس نحن اللي فايزين، يلا شوط. انتبه السيارة. لك انتبه بقى، عم تشوط على السيارة. هات لهون، أنا بدي شوطه. تعال لهون وخدها إذا بتقدر. لك لا تدفش. فوت ماهر، فوت. شوف الأولاد قديش هم مساكين، عايشين بعالمهم الصغير، ما بيعرفوا شي عن الوضع يلي حواليهم. ما رح يتغيروا لو كبروا، نفس الجرة والحمام رح يضلوا هيك. بركي لازم يكون في حدا يخبرهم عن الحياة والمستقبل. ما فينا نخلق عالم جديد لحتى ما نقضي على الدنيا. أساساً هدول عقولهم بالفطرة دائماً بيطلعوا بالسماء وبيضلوا يحلموا. ماشي، خليني على موضوعنا. فضحوا 2، الأول فراس وبعدين مروان. المنظمة صارت مضحكة، من قبل ما كان حدا يسترجي لحقنا لا شرطة ولا مخابرات، كانوا بيطنشونا. بس هلأ إجا الوقت لنوقف كم شخص عند حدهم. طيب أنت في عندك خطة؟ أحسن شيء طريقة الدعاية السيئة. نحن بحاجة لدعاية، لازم نجيب كم زبون. هاي بدلة شرطة؟ ايه بدلة اللي ما بيعرفوا شو حدودهم. شو بساوي؟ فرجيهم حدودهم. ايه لا بقتلك، بس شيل الدقن وخفف شعراتك. والله أنا بالنسبة إلي ما بعرف شو بدنا نساوي، المبلغ مانو قليل. يلا يلا عم ندفع لكم لتشتغلوا، مو لتوقفوا وتحكوا، كل واحد على شغله. يلا يقطع عمره، شو حقير تافه. عم اشتغل هون، بيقلعني وبيخرب لي بيتي. ضب لسانك. يلا بالإذن. لك شو هالشغل هاد؟ رح روح على الجامعة واطلب منهم شوية وقت. تمام تمام. ادفع كمان، شو بك أنت؟ يلا ساعدنا يا رب. يا حبيبي يا بابا، عم تتعذب من شاني. ما بيمشي الحال بشي طقم؟ ما بحب هالبدلة هي. صرت متعصب ديني، وصرت ثوري، وصرت يميني كمان، والمرة صرت شرطي. شو فرقت؟ بدنا ندفع لك مثل العادة. ايه مثل ما بدكن. الشرطة مفاكرين حالهم انهم حراس البلد، رح نخليهم يبينوا غير شي. يلا روح على الجامعة وبلش شغل. ماشي سيدي. امشي. حياتي ما بعرف كيف بدي اتشكركم عن جد. العفو، هي وظيفتنا. مسكتوه للحرامي؟ كنا رح نمسكه بس صاحبنا ضيعوا علينا، فلت من ايده. لا يا سيدي لا، عنده مشاكل بالكرش.
فيكي تروحي بعد ما ناخد أقوالك. شكرا. راحوا يجيبوا لك سيارتك. شكرا، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يلا غيز بعدين بتشوف كرشك. كرش شو سيدي؟ هاي عضلات. عضلات ما عندي كرش على بلوك تعرف. عضلات. جدي جدي يوسف حبيبي. سيدي أنا حبيته كتير لهالعم. من وين أنت بتعرفه؟ صدقني جاي على بالي أحضنه. حضنه؟ ليش واقف؟ عيونه مسكرين عن العالم المادي، بس عنده قلب بيشوف كل شي حواليه. لما بيحضنه شخص طاهر أكيد رح يشم في ريحة عالم تاني حلو كتير، إذا ما كان أنفه مسكر، وإذا مسكر ما رح يشم شي. يعني عن جد ما بيشوف بعيونه؟ يعني أعمى؟ العين اللي بتشوف ولا القلب يا ابني؟ هيك الحياة، عند شخص بصار وما عنده بصيرة ما بيشوف شي، وفي ناس عميان ما بيشوفوا شي بس عندهم قلب بيقدروا يشوفوا أكتر من الكل. هدول اللي بينتصروا وآخرته النور وبيشوفوا بالعالم الآخر. الله لا يبتلي حدا بالعمى، بكرة بالآخرة هداك الوجع صعب كتير ولسه في حال للعمى. بيشوف حواليه وما بيشوف حاله. برافو يوسف، يلي ما بيشوف حاله بينسى حاله، وهدول الناس مننساهم وما حدا بيفكر فيهم. سيدي شايف؟ العم شايف أكتر منا. والله شكلنا تنورنا منه. والله لسه بدنا كتير. هذا العم مروض خيل، الله أعلم كم حصان أصيل روضه. إيه عم يعقوب، بدنا نسأل يوسف كم سؤال بعد إذنك. طبعاً تفضلوا. يلا تعال يوسف. جبتي المحاضرات؟ إيه معي. يا رفاق مشان القضية، مشان النضال، إجا الوقت لحتى نشتغل أكتر. لازم نلاقي رفاق كمان مشان يشاركونا بقضيتنا. نحكي مع كل الطلاب هون بالجامعة وكمان نوزع برشورات. لا بدنا شيء أكبر، شيء عملية. بدنا عملية كبيرة ليسمع الكل فيها ويعرفوا كمان مين نحن. دوروا اسألوا عن يلي عندهم شوية مشاكل. طالب اسمه متين ما دفع قسط الجامعة وسمعت انه رح يفصلوه. حلو خلوه علي. روحوا انتو حكومة على الطلاب. بترجعك عطيني يومين رح دبر المصاري. انا ما فيني ساوي شيء، قرار رئيس الجامعة. اذا انتي ما دفعت الحساب رح يفصلوك اكيد. طيب تعبي هالسنين هيك رح يضيع من شان قرشين؟ مو حرام يا اخي؟ رح ادفع لكم. ما طالع شي بايدي، اذا ما بتدفع بدي وقف تسجيلك. ليش ما اخذت قرضك؟ سهل الحكي، والكفيل يلعن هيك جامعة وهيك نظام. يلا معك لبكرة الظهر، لا تواخذني، ما فيني ساعدك اكتر من هيك. ايه هيك؟ طيب وعد بس لبكرة. اوه اخ متين تعال حتى نحكي شوي. شو بدنا نحكي؟ لك تعال تعال. انا عصبت فجأة، غلط أخذ سلاح منه بعرف، وكان الغلط الأكبر إني أعطيته لنور. هي المسدس استخدموه بجريمتين من قبل وكمان بالهجوم على السفارة. تمام هالأسباب بتخفف حكمك، بس في شيء مو قانوني. المدعي العام راح يفتح معك تحقيق. أنا اللي غلطت بالأول وأنا بدي أتحاسب. ومروان أنت بتعرف مين بيكون؟ نتوقع هو يلي قتل فراس. هو كان معلمه. شو وضعه بالجامعة؟ علاقاته قوية مع الطلاب وخصوصي مع الفقرة واللي عنده مشاكل مع عائلاته، وما كان يحل عنه. هيك أسلوبهم ليقنعوا العالم، بيحكوا مع الأشخاص اللي عندهم مشاكل مادية. ايه وهيك الأمل خبز الفقير سيدي. بيقولوا بدنا نحطم البرجوازية وبدنا نشترك بالحياة وهيك شغلات وشعارات. اعتماد هيك منظمات هو على اللعب بعقول الشباب.
وهيك بصير عند الشباب دافع قوي لحتى ينضموا لهيك منظمات معارضة، وبيستخدموهن لأهدافهم الشخصية وبيحولوهن لآلة. الدولة ما قالها حق تاخد منك أي جزية، في إلك حق أنك تتعلم، وهالنظام الفاشل واقف ضدك. الكل بيدفعه وأنا لا، أنت من وين دفعت؟ هلأ لا تدخلني، أنا حكيت مع الشباب، خلص نحن بدنا نجمع مصاري وندفع عنك. ما حذرت، ما بدي شيء، رح دبر المصاري وادفعهم. بدك تنفصل من الجامعة؟ لا تجن، وإذا بدك بكرة منعمل مظاهرة من قوم قيامتهم. نحن ما بنسمح إنه حدا يطرد صديقنا من الجامعة لو شو ما صار. بالآخر أنت أخوه للمعلم مروان. لا تذكر اسمه قدامي، قال معلم، معلم شو؟ ما في خير، يلا بخاطرك. بكرة رح بتشوف، ما رح تلاقي صديق غيرنا ولا حدا. خيري، انت لزقت فيني مثل العلقة؟ روح شي مشوار يا أخي، حلاني. ايه طبعاً، من شان سيدي نجيبي مشورني، مفكرة كتير حابب كون جنبك؟ هذا أمر، شو بدي ساوي؟ لك كل ما عم شوفك قدامي بحس إني رح جن وهستر. قبل ما يأمرني ما رح تخلصي مني. رح نشوف هلأ إذا ما رح أخلص منك. خيري؟ تعال ساعدني أحسن ما تضل واقف هيك. خد هدول وروح لغرفة التصوير، أنا لاحقتك. شي حلو، هذا اللي كان ناقصني، أخدمك. عمو رفقي، معلش تعطيني مفتاح غرفة التصوير لو سمحت؟ أنا بفتح لك إياها. لا لا لا، لا تعذب حالك، شغلة بسيطة. ماشي، تفضلي، يعطيك العافية. شكرا. بابا ساعدني. هذا أنت؟ لازم أهرب من هون. فوت. عن جد أخي؟ كمان ما في معك؟ حكيت ما حدا معه. ماشي، لا تواخذني زعجتك. بدي مصاري ضروري. قلتلك ما معنا شي، ما عم تفهم؟ كيف ما معك شي؟ ما لكم مخبيين شي على جناب؟ أنا ما رح أجي لهون، وحتى بعد تشوفوا وشي. لك وحتى لقمة الخبز ما في عنا بالبيت، ورح يطردوا أخوك من الجامعة. أمك مريضة وقاعدة جوا، بدل ما تجيب لها الدواء جاي بدك مصاري؟ شو بساوي؟ متين، ما عندك رفقات أنت يدينوك؟ أخي الكبير جاي على أخوه، إذا كنت أخي الكبير ساعد أخوك الصغير، وأمك المريضة ساعدها كمان، وأبوك المسكين. أي نوع أنت من البشر؟ بكرة رح نشوفك كمان. أعزائي المشاهدين، أقرت بعض المصادر بأن المنظمة الإرهابية بدأت بالانحطاط، وذلك بسبب البرامج التي قدمتها الصحفية رنا توبال. صديقنا هادي ميرت استضاف اليوم رنا توبال. بعد البحوثات اللي أجريتها دريت إنه هاي المنظمة تشكيلاتها تتقاطع مع منظمات كبيرة. أنت ورطتيني بهالمشاكل، وبصراحة الشباب اللي قتلوهم
هن مجرد وسطاء لهي. إذا ما بحاسبك على هالشي ما بكون المعلم مروان. بعد هيك بابا وبرأيي بهي اللقطة تحديداً توقع المسؤولية على عاتق العائلات. مروان معلق عليك ولسه ما كمشناه. بلكي يجي لعندك. كلامك صح خيري، أنا بأمان بسببك. طبعاً لا تخافي أنا جنبك ما بيقرب منك. لك شبهها هاي رنا. افتحي الباب. لك شو هالمزح؟ افتحي. بعصبها. لازم تصور كل هدول الوراق ولا تنسى على الوشين. ها لما بتطلع من هالباب بكون صرت انا كثير بعيده. رنا رنا افتحي الباب. لك عمل لك افتحي. رنا لك افتحي الباب. سمعت بالخبريه؟ من هلأ ورايح صدرية الفولاذ يعني واقية الرصاص صارت إجبارية بالشرطة. الواقية؟ لها؟ من وين هالحكي؟ ما بعرف. لك أنا بحياتي ما تحملت الجرافي لحتى أتحمل الصدرية. إيه شو بيعرفني؟ هالأوامر من فوق. بصراحة المشد بيلبق لك أكتر بس. نعم؟ بنوب 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 ما في أي شيء. سيدي عم بحكي مع حالي. ايه خيري؟ سيدي رنا قفلت الباب علي. شو عملت معك؟ حبستني بغرفة. لا إله إلا الله، ما راح أرتاح من هالولدنة. رنا قفلت باب الغرفة على خيري وراحت. شو؟ ايه شو هلأ سيدي؟ لا 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 تطلع فيني، بدي روح على المكتبة سيدي. أنت؟ على المكتبة؟ على المباراة؟ بساوي رياضة إذا بدك. روح شوف شو الوضع، مروان لساته بالمنطقة. لو أختك هدى ما طبخت أكلي بحبها، لكن تركتك ورحت أنا. شوف شغلك. ماشي. آخ منك يا رنا وآخ منه كمان، والله كنت مفكرك إنك بنت ركزة. خير رنا؟ كأنه خيري مو مبين اليوم. من هلأ ورايح ما عاد في خيري، مريض نفسي، سكر باب الغرفة على حاله وما بده يشوف حدا. يلا تصبح على خير. وانتي بخير. هي يا الأضابير، انتي سجليهم عندك حسب الأرقام والتواريخ. ألو؟ شو عملتي؟ لا تتحركي لحتى أجي لعندك. غيس؟ لا تكون مفكرني بنت صغيرة، لا تقلق أنا بعرف دافع عن حالي. لا ما بيصير، مروان لساعته هربان بالشوارع. ألو 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 رنا. يا الله ما في تغطية هون بالمرة. رنا عم تسمعيني؟ اوعك تتحركي قبل ما أوصل. ألو. يا الله. تصبح على خير. وانت بخير. أعزائي المشاهدين، في برنامجنا اليوم ستشاهدون كيف مزق دماغ صحفية وتشوهت تماما. بس فخر لإلك، هذا المسدس، هذا السلاح له اسم كتير كبير بجرائم القتل، وانت رح تنضمي لهم هلأ. ليش مستعجلة؟ خلينا نتحاسب. يلا ردي لشوف، ما عندي شغل غيرك. يلا ردي لشوف.
يا الله. طالعي لي كل المصاري، بجوز اتركك عايشة. يلا استعجلي. شو عم تنقبي على نفط؟ غايس؟ انت منيح؟ منيح منيح، بس حط الكلبشة بإيد هيك عالم ما بيكون حدا مثلي. يلا مشي. ما بدي يا ابني، لا تجبرني. كلي امي، شوربة سخنة بتفيدك، نحفان كتير. موقف قدامي وعم يطلب مصاري بدون خجل، هذا ولد قليل الشرف وحقير. اليوم حكى معي واحد من رفقات أخي، قال بدهم يدفعوا لي القسط. وعكها، إذا بعرف إنك أخذت قرش واحد من هالمنظمة ما رح سامحك أبدا. شباب طيبين بابا، قال لي كمان منعمل مظاهرة مشان ما يطردوني. وانت التاني صدقت؟ وشوي وشوي منشوف حجار بإيدك والشرطة عم تلحقك. شو بدي ساوي؟ عطوني مهلة بس لبكرة ولا بيفصلوني. لا تخاف، بكرة أنا رح حاول ورح دبرها، بس انت بعد عن هدنك. من وين بدك تدبرها؟ بكرة بالشغل لما وصل رح احكي مع المعلم وراح اقول له هيك وضعنا، والله كريم. الحمد لله على النعمة هي. هي نعمة نعمة. صار لك شهر عم تاكل راسي، كل فاصولية. امي احسن طباخة بالعالم. تعلمي منها. هاتي صحنك. الطبخ فيه له اصول. موهبة الزوجة بتبين بالفاصولية والرز، وطبعاً أهم شيء يكون للمرأة نفس بالطبخ. صحيح بابا، شو قصتك أنت مع الفاصولية والرز؟ شوف اسمعني منيح، الفاصولية والرز والمجدرة مو أكل، فيك تقول فلسفة يعني فن. هيك رأيك يعني؟ لك حاجتك بقى. شوف اللعب والطابة، الباخرة والنورس، الفاصولية والرز ما بيفترقوا عن بعض دائما. اه وين المخلل؟ نسيتي المخلل؟ ايه والله نسيت. عالسيرة اتصل غيس. ما رح ارد عليه، ما رح يمنعني من الفاصولية. نجيب رد، بلكي شي مهم. شو بدك؟ هبطنا على مروان سيدي وأنا هلأ بالمركز. يعني ما فيك تستنى شوي؟ بدك تبعدني عن الفاصولية؟ نعم. ما في شي، جاي فورا. استغفر الله. رايح؟ خاطركم. مع السلامة. أبي ما عنده حظ بنوم. Thank you.
سيدي بعتقد انه اجى الضيف. انت بتاخذ الاوامر من السيد همام؟ بالله مين هاد همام بقى؟ ما بعرف كتير لاني ما كنت شوفه دائما، بس بعرف انه ايده واصله. وفي منظمات تانية لإله، يمينية ويسارية، وبتجارة الأسلحة والمخدرات. سيدي استنى، بكرة رح تسمع خبر بالتلفزيونات والصحف، رح يعجبك كتير. هاي آخر فرصة بعطيك ياها. نجيب وين أخذ الأولاد؟ أخذهم لعاقبهم. بابا بس نحن اعتذرنا منك وحلفنا أنه ما رح نعيدها. أساساً لسه أنا ما سامحتكم. بابا ما في شي بشع، الله وكيلك. أنا ما بعرف شي أبشع من إطلاق ولد للنار بالمدرسة. شو هاد؟ تفرج، شو بدهم يعملوا حرب؟ شي غريب، هي مو مظاهرة عادية أبداً. يا رفاق بدنا نبلش بالعملية من الممرات. بالأول منحتل المقصف وبعدين منطلع على الحديقة، وهونيك منشكل حاجز. اليوم لو منموت ما منتراجع. ماشي، وروح على قسم المحاسبة اللي يعطوك. أعطيني إيدك لبنوب. شو عم تساوي؟ أنت بعمر أبي، بس بعد هالمرة صدقني ما رح أيدها بنوب. الله يخلي لك أولادك، الله يعطيك اللي بدك يا. ماشي يلا عجل، روح خذ المصاري خلصنا. شكرا سيدي. من حقنا انه نتعلم، تعال اخي تلاشي مشانك، تعال معنا. من حقنا نتعلم، فلتح يا اخوة. من حقنا التعليم، من حقنا نتعلم. سيدي لا تعند والبس الدرع. لك هدول طلاب مو مسلحين، ما في داعي. فلتصعد الفاشية، من حقنا نتعلم، من حقنا أن نتعلم. فاشية، من حقنا أن نتعلم. يلا يلا، أنت لا تعملوا هيك، ربوا يا شباب، سكروا مكان الجامعة. هدول الشرطة بيقوصوا الناس المساكين اللي برا بدون أي سبب، قديشهم حيوانات. شو عم بيصير؟ معكم الآن من بث مباشر، نحن أمام أحد الجامعات. سيدي الشرطي بده يقوس. واقف، اوعى تقوس. بابا بابا بابا